اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في العربي الجديد، مقتل شاب خلال تفريق قوات الامن لتظاهرات قرب جسر السنك وسط بغداد. في القدس العربي، العراق 100 شهيد خلال اسبوع، والمتظاهرون يصرون على اسقاط الحكومه. في الزمان، بلاس خارت تفاجئ المتظاهرين في ساحة التحرير وتستمع إلى مطالبهم. في المدى، مضايقات قاسية في المحافظات المحررة لعزلها عن احتجاجات الوسط والجنوب. في البصائر، خامنئي يتهجم على تظاهرات العراق وردود أفعال غاضبة. في الشرق الأوسط، قالة عبد المهدي تدخل سيناريو الشد والجذب بين الفرقاء السياسيين. وفي البيان الإماراتية، قتيل وثلاثة جرحى من القوات العراقية بسقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية. أهلا بكم. أظهرت مجزرة كربلاء التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المتظاهرين، أظهرت المعادن الحقيقية لمن طفوا على المشهد بعد الاحتلال، وسلمت لهم مقاليد الحكم وزمام التحكم بالناس. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن هذه المجزرة عادت إلى الأذهان ما فعلته الحكومات السالفة من مذابح مماثلة في الزرقاء والبصرة وغيرهما من مناطق الجنوب ضد شريحة من المجتمع العراقي زعم الجنات أنها تمثلهم طائفيا. جاءت انتفاضة تشرين في جولتها الثانية وضغطت الجماهير مجددا على السلطة الحاكمة وحكومة الاحتلال السابعة، وتحقق ما كانت القوى الوطنية العراقية تصبو إليه من أن المظاهرات ينبغي أن تكون ذات سقف يستعلي على مطالب الخدمات أو الحلول الترقيعية المجردة، فارتفعت لآت العراقيين التي كانت في يوم ما مرفوضة لأن من أطلقها مناهض لمشروع الولايات المتحدة وإيران، وصدحت حناجرهم بإسقاط النظام ودستوره وإجراء تغيير حقيقي عام وشامل يجعل العملية السياسية وأحزابها أثراً بعد عين. الوعي الذي يحظى به المنتفضون الشباب عالي المستوى ومحصن عن الاستغفال والخديعة، لكن في الوقت نفسه على العراقيين اليقين بأن رعاة العملية السياسية يتعاملون معها بتقديس منقطع النظير لا يجعل التفريط بها سهلا. ولعل في صمت المرجعية على ما جرى في كربلاء دليل لا ينافسه في الوضوح إلا مطالب العراقيين المشروعة. مجزرة كربلاء رسالة واضحة للعراقيين ولحكومتهم المتخبطة أيضاً، وهي تبحث عن وسائل لإسكات الجماهير تبنتها طهران هذه المرة تحت أنظار شركتها واشنطن التي لاذت بصمت غير مفاجئ على أحداث العراق ككل وانتفاضة تشرين بوجه خاص. الكاتب يرى أن القوى الرافضة للعملية السياسية أثبتت مرة أخرى أنها ذات رؤية وبصيرة في التشخيص والتوصيف والتأسيس لحل مشكلة العراق، ولكن العوائق التي وضعت أمام مشروعها حالت دون بلوغ المقاصد. فعلى شبان انتفاضة تشرين أن ينطلقوا مجددا من حيث بدأت هذه القوى، لأن بقاء العملية السياسية قائمة ومتحكمة يعني استنزافا مستمرا للعراقيين أو إرغامهم على الرضوخ والقبول بواقع حال لا تؤطره سوى النكبات والكوارث. رافد الجبوري كتب في صحيفة الزمان عن استمرار التظاهرات رغم القمع الحكومي لها، حيث يرى أن صمود المتظاهرين في البقاء في بناية المطعم التركي المطلة على ساحة التحرير وسط بغداد يراه أنه كان قوياً وأدى إلى حالة من الثبات، فقد كانت البناية واحدة من أهم الأماكن التي استخدمت لقمع المتظاهرين في الموجة الأولى من التظاهرات التي انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول الحالي.
استمر القمع في الموجة الثانية من التظاهرات التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وما زالت مستمرة، لكن مع الفوارق الرئيسة بين الموجتين أن المتظاهرين سيطروا على ساحة التحرير وبناية المطعم التركي هذه المرة، ومن الواضح أن اعتصامهم فيها سيستمر حتى يتحقق تغيير حقيقي على الصعيد السياسي. سالت دماء كثيرة للأسف في تظاهرات العراق، وما زال الوضع متأججا، لكن الطريقة التي يسيطر بها المتظاهرون على وسط بغداد تجعل من الصعب تصور أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل التظاهرات من غير تغير حقيقي يحقق أهداف المتظاهرين. في المحافظات الجنوبية كانت الصورة أكثر دموية في الموجة الثانية للتظاهرات، مع اشتباك المتظاهرين في أكثر من محافظة مع عناصر ميليشيات قوية جابهتهم بإطلاق النار. جاء زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارد إلى ساحة التحرير ولقائها بالمتظاهرين وصعودها على عربة التوك توك التي أصبحت رمزاً للجهد اللوجستي للمتظاهرين. الزيارة كانت مبادرة مهمة، لكن البيان الذي صدر بعدها لم يكن كذلك، فهو يصطف مع الحكومة العراقية في القول بأن سنة واحدة من عمرها لم تكن كافية لمعالجة تركة الماضي. الكاتب يرى أن ممثلة الأمين العام لم تفهم على ما يبدو جوهر التظاهرات ومصادر الإحباط والألم التي أججتها، وانعدام الثقة بين المتظاهرين وطبقة سياسية لم تقدم لهم أي أمل في إصلاح حقيقي. ربما ستفهم وسيفهم العالم أكثر في الأيام القادمة، لكن الأمر يعتمد على ما سيحدث في ساحة التحرير. إلى مقال آخر، هل فشلت انتفاضة العراق؟ هل نجحت أذرع طهران السوداء في واد انتفاضة العراقيين الذين أرادوا تحرير بلدهم من هيمنة دولة الولي الفقيه على مقاديرهم؟ هل استطاع الذباب الإلكتروني وبعض المنابر الإعلامية الممولة شيطنة المنتفضين والتأثير عليهم؟ عبد اللطيف السعدون يطرح هذه التساؤلات في مقاله المنشور بصحيفة العربي الجديد، وقال فيه إن هذه الأسئلة تدور على ألسنة المتابعين لمسار انتفاضة تشرين وفي مواجهتها حقائق تتقدم على الأرض لتعكس أجوبة مغايرة لما تقوله هذه الأسئلة. ينبئنا واقع الحال أن صمود الانتفاضة ومطاولتها في مقارعة أدوات العنف والقتل المبرمج وابتكارها أشكالا وألوانا جديدة للحراك وتقديمها مئات الشهداء وآلاف الجرحى في مدى زمني قصير، كل ذلك يعكس حالة مشرقة قوامها وضوح الرؤية والإصرار على هدف التغيير الشامل. على الأرض ظلت قوة الانتفاضة تتبلور وتتعاظم من خلال صمودها واختبارها أشكالا وصيغا حركية تتوافق ومنعطفات الطريق، اعتصامات، إضرابات، عصيانا مدنيا وحركة لافتة على امتداد الساحات والجسور. هكذا تتجثر وتبقى حية ويبقى هدف التغيير نصب العين والعقل، التغيير بمعنى تأسيس جديد للعراق، وبين ما يعنيه بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية وتطوير الاقتصاد واحترام التنوع الاجتماعي ونشر الثقافة السياسية القائمة على هوية وطنية وتعايش مدني. ولكن يبقى مربط الفرس كامنا في اعتماد قيادة مقتدرة تنبثق من بين صفوف المنتفضين الشباب أنفسهم، تضع إطارا تنظيميا دقيقا وترسم صورة للحركات المطلوبة في كل أنحاء البلاد، وتعمل على إرساء حالة وعي بين صفوف الشعب وتخلق روحا تعاونية بين أفراده، ولا تدع مجالا لهذه الجهة أو تلك بركوب الموجة، كاشفة بالضرورة عن العناصر التي قد تتسلل إلى جسم الانتفاضة لتحقيق غايات شريرة. عبد اللطيف السعدون يتابع إن أياما صعبة وقاسية قد تسبق النصر النهائي والتغيير لا يتحقق دفعة واحدة، ولكن يكفي أن يكون قطار التغيير قد وضع أولى عجلاته على السكة،
وأن العراقي قد اطمأن أنه سيحصل على حقوقه وأن بلده سيرجع إليه. تناولت مجلة واشنطن إكزامينر الأمريكية الاحتجاجات الشعبية الجارية في العراق، وقال المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مايكل روبن في مقالة نشرتها المجلة، قال إن صيف عام 2018 شهد احتجاجات مماثلة كانت تدعو لمحاسبة النخب الفاسدة، لكن بعضها سرعان ما تحولت إلى حرب بالوكالة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبعض فصائل الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الحالية تدفع العراق نحو مرحلة حاسمة. الكاتب يشير إلى أن احتجاجات 2018 انحسرت في نهاية المطاف بعد الاتفاق السياسي الذي حدث إبان تشكيل الحكومة العراقية، لكن ذلك الاتفاق يتداعى الآن، مؤكدا أن الفرق يكمن في أن ما كان حربا بالوكالة بدأ يصبح شيئا أشد خطورة. وتابع قائلا إن معظم أعمال العنف اقترفها حراس الأحزاب السياسية والمسلحون في مقرات الميليشيات، ويرى الكاتب أن أتباع الصدر على أهبة الاستعداد لمقارعة قوات منظمة بدر وعصائب أهل الحق المقربة من الحرس الثوري الإيراني. وينقل الكاتب عن الصدر قوله إن كتلة سائرون التي يدعمها انضمت إلى المعارضة داخل مجلس النواب، لكن من غير الواضح ماذا تعني المعارضة في المفهوم العراقي ما دام نظام الحكم عبارة عن خيمة كبيرة تتقاسم داخلها مختلف الكتل السياسية الغنائم فيما بينها. ويرى الكاتب أنه إذا كان هدف الصدر إسقاط الحكومة وغسل يديه من إخفاقاتها، فإن ذلك قد ينذر بمزيد من عدم الاستقرار، خاصة إذا ترافق ذلك مع رغبة في محاربة النفوذ الإيراني في العراق. ويقول الكاتب إن تصديا من هذا القبيل سيكون سببه أن طهران غير مستعدة للتخلي عن نفوذها من دون قتال. ويختتم الكاتب بالقول إن على أي حال فإن الاحتجاجات الحالية في العراق تبين إلى أي مدى تستطيع بعض القوى التي وصفها الكاتب بالخبيثة إلى أي مدى تستطيع اختطاف التحركات الشعبية. يقدم الشعبان اللبناني والعراقي الآن أسمى معاني التضحيات من أجل أمن الأمة العربية وكرامتها وعزتها، ويصدان الظلم نيابة عن الأمة ويقاومان الاحتلال الفارسي بشجاعة وبتضحيات جسيمة. سوسن الشاعر تدعو في صحيفة الوطن العمانية إلى عدم الاستخفاف بحراكهما، أي الشعبين العراقي واللبناني، ولا يستدرج لحملة التسفيه الممنهجة والمقصودة والمدفوعة الثمن من قبل وكلاء إيران لتشويه صورة هذه الحركات. لقد كشف العراقيون واللبنانيون خبث الاحتلال الفارسي وماذا يفعل الجيش الألكتروني الإيراني لتشويه صورتهم وفضحوهم. لقد بيّنوا كيف أن هذا الذباب الإلكتروني كلف بمهمة ترويج صور المجون وصور الرفاهية وصور ساخرة عن المتظاهرين، حتى لا يتمكن اللبنانيون والعراقيون من إيصال الصوت الحقيقي للشعوب العربية وللمجتمع الدولي وتوضيح الصورة التي تخشاها إيران. إنهم يخشون أن يلقى هذا الحراك دعما عربيا ودوليا، إنهم يخشون من إحياء النزعة القومية والفزعة من أجل منع إيران من التغول في أوطاننا. لقد روجوا صور رقصات وصور شيشة وصور فتيات شبه عاريات ليقولوا انظروا هؤلاء هم من في الشارع الآن وهم لا يستحقون الدعم، وتغاضوا عن صور الذين يصرخون ألما ومعاناة، ونحن بقلة وعي وإدراك بالمساهمة في الترويج لهذه الصور المدسوسة بل والمدفوعة للنزول للشارع والاختلاط بالمتظاهرين والتظاهر بأنهم مع الحراك،
ثم تصوير هذه المشاهد وتوزيعها. هناك آلاف الصور التي تبين رقي هذه التظاهرات وتبين حجم المعاناة والمأساة وكيف تحولت هذه الدول إلى أفقر الدول وأكثر الدول انتشاراً للأمراض والأوبئة التي تفشت إلى جانب تفشي الفساد ومرض الطوائف والتقسيمات المذهبية. الكاتبة تؤكد ضرورة أن تكون الشعوب العربية أكثر وعياً وإدراكاً وأن تساند العراقيين واللبنانيين وألا تكون عبئاً على نضال هذه الشعوب. فطرد إيران من المنطقة يبدأ بهذه الثورات ضد وكلائها ونزع سلاحها وإنهاء هيمنتهم على القرار. وعن التصريحات الإيرانية التي انتقدت التظاهرات في العراق ولبنان واتهامها بالعمالة لأمريكا وإسرائيل، علق أريب الرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية قائلا: إن الموقف الإيراني من انتفاضة الشعبين العراقي واللبناني يعيدنا إلى مواقف طهران من ثورات الربيع العربي وانتفاضاته، كيف بدأ وكيف تطور وتشكل. نظرية المؤامرة سرعان ما ستستعاد وبقوة هذه المرة بعد أن ضربت رياح التغيير كلا من العراق ولبنان وعلى نحو متزامن تقريبا، مستهدفة المنظومة والطبقة السياسية الحاكمة في البلدين بمن فيهم حلفاء إيران، مع أن أي تفكير عاقل وموضوعي لابد يستنتج أن الأسباب والدوافع التي أخرجت الجزائريين والسودانيين إلى الشوارع ومن قبلهم التونسيين والمصريين والليبيين واليمنيين والسوريين كذلك هي ذاتها التي تخرج اليوم اللبنانيين والعراقيين. ألم يخطر ببال طهران أن حلفائها وميليشياتها المتنفذة وحشدها الشعبية في العراق غارقون في الفشل والفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية وأنهم هم بالذات شركاء في الخراب والتخريب؟ ألم يخطر ببالها أن كثيرا من حلفائها في لبنان هم أيضا من الدرجة أسماؤهم على قوائم الأكثر فسادا وإفسادا في الأرض؟ حتى حزب الله الذي يجادل الكثيرون بأنه لم يتورط في الفساد أو على الأقل لم يتورط فيه بالقدر الذي سجلته قوى أخرى، أليس الحزب هو من يتحالف مع تيارين وقطبين فاسدين وموغلين في الفساد والتخريب؟ ألا يتحمل مسؤولية الدفاع عن هؤلاء والتغطية على جرائمهم بحجج وذرائع شتى؟ الكاتب يقول إنه عندما تكون القوى المحسوبة على إيران فاسدة واستبدادية وبعضها أقرب إلى البلطجة وعصائب السلب والنهب، وعندما يفقد الشعب ثقته بقدرتها على محاربة الفساد، وعندما تكون هي المشكلة وليست الحل، فإنه من العبث الإمعان في تلاوة فصول نظرية المؤامرة، ومن المتعذر الاحتفاظ برداء القداسة أو إبقاء عماماتها فوق رؤوس الفاسدين أو الذين ينافحون عنهم. انتهت المقالات، والآن إلى هذا الخبر. منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن أصبحت تيك توك أيقونة بارزة تميزت بها التظاهرات التي يشهدها العراق بفعل تواجده بين المتظاهرين وقيام سائقيه بنقل الضحايا الذين يسقطون جراء استخدام العنف من قبل السلطات إلى المستشفيات، كذلك استخدامه للنقل وتوفير الطعام للمتظاهرين، الأمر الذي دفع شابا عراقيا إلى صناعة تيك توك من النفايات. وقال موقع الغد بريس إن الشاب حسين عصفور وهو يسكن ناحية العبارة في محافظة ديالى قام بتحويل النفايات إلى مصغرات فنية بصناعة توك توك صغير باستخدام صفيح قدر طعام. ويقول عصفور إن عمله الأخير هو إسعاف الثورة في إشارة منه إلى توك توك، مبينا أنه عثر على قدر طعام قديم في النفايات وعمل على تحويله إلى مجسم مصغر يجسد التوك توك. وأضاف عصفور أنه استلهم الفكرة لصناعة هذا المصغر من مشاهدته لدوره في التظاهرات من حيث نقل المتظاهرين وتلبية احتياجاتهم، لافتا إلى أن العمل فيه استغرق 4 ساعات فقط.
نلقي نظرة على كاريكاتير اليوم. كاريكاتير الرجل الأخضر الذي يرمز للحراك المتواصل في لبنان كان لافتا بعض الشيء. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. نلتقيكم لاحقا وأنتم تنعمون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.